يا طيبة مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أهل الفن على قناة الموريتانية الثانية. الليلة نستضيف لكم نجم شاب صاحب الصوت الجميل، سليل الأسرة الفنية المعروفة داخليا وخارجيا. ضيفنا الليلة مثال الفنان الموريتاني الأصيل، يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة. في هذا التقرير سنتعرف على نجم أهل الفن الليلة ونعود. ضيف أهل الفن الليلة هو الفنان الشاب سليل الأسرة الفنية، أسرة أهل الميداح وبالأخص محمد سالم ولد الميداح وصباح بنت الميداح، هو الفنان الشاب الرشيد. صلي على خير الورى خير الورى، يا ربنا محمدي يا ربنا محمدي وآله قر الذرى شم العلا والسددي. ولد في المذرة في نهاية التسعينات وانتقل إلى العاصمة نواكشوط. بدأ الرشيد ممارسته الفن وهو في عمر الزهور، حيث كان يرافق والده الفنان الكبير محمد سالم ولد الميداح في معظم حفلاته. شكل الفنان الشاب أيضا ثنائيا فنيا رائعا مع شقيقه العازف مبكة ولد الميداح. صلي على خير الورى يا ربنا محمدي يا ربنا محمدي، صلي على خير الورى خير الورى يا ربنا محمدي يا ربنا محمدي وآله قر الذرى شم العلا والسددي. عرف الرشيد بالحماسة والبساطة والقرب من الجمهور. أهلا بكم من جديد ومرحبا بك معنا الفنان المتألق الرشيد محمد سالم ولد الميداح، مرحبا بك، شرفت لله في الحلقة. بداية رشيد لهي نبدأ معاك بسؤال، أنت كم عندك من سنة؟ كم عندي من سنة؟ الله لي فقر شكم أنا قاعد لي ما نعرف ناصرتك ما نعرف أمبك أنا عندي كم سنة؟ لا تقول مشاهدين أنت لي عندك كم سنة؟ أصل ما هي لين قولوا له لين يجعد عنك تين يجعد عنهم ولا يتعينوا ما قد يلا يلا تسمي تعرفوا علي ما قد تعرفوا عليك أنا سقيل سنك يلا تسمي تعرفوا لي لعدي أنا أمبك أنا أخذك لي تحجلي كاترافانديز 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 ايوه هذه بعد قاع معلومه الليله كانت اهل جاهلتها الناس كانت جاهلتها الناس ما قد قبلت رشيد منين بدات دراستك؟ بدات في المذرة ومنين منين وصلت فيها؟ منين لحقت كونكور جيتون وتنقل في حي المدارس منين لحقت في الدراسه؟ لحقت ترازيم ترازيم كوليج ترازيم هذا ذاك معلي هذا الفن ذا هو توف رشيد من درا شنو قصه تنبورصوص؟ قصتها؟ قصة تنبورصوص كثرة الأخبار تنبورصوص تنبورصوص ناس كاملة تبقي زين عندنا كنت وكال تنبورصوص شنو علاقتها بالدراسة؟ لا كانت خارقة فم واحدة دائما قاعدة قدام المدرسة تبيع تنبورصوص حلو وأنا وكال وأنا وأصحاباتي ودنا دائما نوكلو دائما رشيد تتذكر أول مرة غنيت أمام الجمهور؟ أول مرة غنيت أول مرة غنيت حاجة اللي بعد إني شفرت حتى تربيت فعلا في الفن الهول
غير اول مره قني حاجه اللي في دار الشباب القديمه. دور نعود ديميل 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 قنيت حاجه اللي مفرص عليها نقني كاع ما قبل قنيت قنيها. ومثل من بار بعد راني نحيي فيه والدتي صباح معايا انا في نفس في نفس الحفل صباح مثل ما يدح وجبرتني قابلتي الرجفه ما هي معقوله. وقالت لي تم راك يولي قلت لها انا نقني قدام الخلق كامل ترى منين دخلت في دار الشباب هو اللي مقعدات تبارك الله فوقهم الناس وتحتهم وتمشي من الخلق ما يهم. قالت لي شو اللي منين تطلع فوق المنصه خالق امبول يعود هو وراني دق في عينيك وقني قاعد تركي اللي قاعد ما تقشي تغني وحدك في الدار وعدلت تذكر اول اغنيه تغنيها اول اغنيه نغنيها والله هذه الاغنيه قاعد بلا خاص اللي ارتبكت فيها قدام والله الجمهور والله نبقوك تعطينا منها شوي والله اول اغنيه اول اغنيه غنيتها صلاه ربي مع السلامي دائما معجب بها حتى قنيها جد عندي رحمه الله نهدوها الصباح الليله مثل ما يدح لي تقولنا منها مقطع على مبال هذه المسلمين كاع كامل اللي مات رسول الله حتى عليه الصلاه والسلام. يا طه ليست توبة ولا تنع على الدوام قلبي الى يديه شوق لي اليه ازكو عليه ازكى سلامي صلاه ربي مع السلام على حبيبي خير الانام بعد الشوي داني القطوي بر العطوي ليذ الهمام ذاك النبي الهاشمي ذنك التقي الهادي التهام ذاك الرافع القوث المانع ذاك الشفيع يوم القيام. راشد شنو هي الموهبه اللي تتمتع بها غير الفن؟ كنت كزاز بالون البالون اصلا لا نيميرو 10 اي كنت تعود معك على بي كنت اصلا معروف محترف كنت نعدل في بالون ما يجي حد يعدل بون زدت كاع نعدلو حق الله الله ايوا لك سليمانك من اسره فنيه شنو المهنه اللي كان يبقي رشيد يعود يشتغل فيها؟ عدت نشتغل عود موظف الدوله والله من هذه السياسه اصلا مهنة الله مهنة مالك من هذه السياسه؟ من السياسه المهنة تبقى لا تعود موظف الدولة لا نعود موظف ما عندك شيء قبالي ابدا ما عندي شيء معين ذاك مركز عليه. الوالد محمد ولد الميداح ورانا موجه له تحية كبيرة لمحمد ولد الميداح الليلة ذا المنبر تجمعك معاه مواقف طريفة احكي لنا عنها شوي. محمد والله دائما انا هو عندي قصته ذيك اللي بيني انا هو مبكر كنا في مناسبة ومشى عندنا مبكى عجلان ضروا واحد اصحاب له يختار يجبرهم نفس الليله ما يبقي يفوتوه ذيك الليله. و تلفن له رقمه ما رفدوا. قال لي مولانا انه حالق محمد ما هو قابل يرفدوا رانا بعد ارك انا قرضوا في باطن محمد ذيك الليله راهو حالقك ما يختار يرفدك. تلفن له من رقمي انا قال له الو ذاك قال له رافدوا مبكى وقال له الو خويا قال له ياك ما اخوك ذاك بيك يا حرق بيك. هذا هو اللي دائما رشيد الناس تقول عنك مانك رجيل. ماني؟ مانك رجيل. ماني رجيل؟ شافوني صقع معاك شافوني مخلع. اه؟ ما انا الله انا رجيل. مخلع لا حد بقلبه وانا بلا بيه. شنو اكثر شيء قد خفت منه ولا تخاف منه الى الحين؟ شو نخاف انا منه؟ اه. نخاف لا مو انا. رشيد شنو لك هذا الجيل الاول من الفنانين اللي ساهموا في الساحه الفنيه، ايش استفاد رشيد من تجربتهم في الفن؟ بصفه عامه كيف؟ الفنانين الاجيال الاولين اخيرت الاجيال الاولين شو استفدت منهم وش يعني لك تجربتهم ايش تعني لك؟ استفدت من والدي يعطيه الرحمه والغفران احمد ولد الميداح استفدت منه مدح رسول الله وذاك كاع ما كيفوش عليه الصلاه والسلام ما كيفوش استفدت منه لقب زين الميداح لقب يفخر تبارك الله ما شاء الله اللي مد قال انها تمدح رسول الله عليه الصلاه والسلام ما بقى شيء من الشكر ما قال عنها عليه الصلاه والسلام ونعرف انه فنان تبارك الله زين وانا معجب بهم اللي اللهم ارحمه. ذاكرة اهل الفن الليله تقودنا الواحد من هؤلاء المؤسسين اللي نتابعوا للتقرير وبعدين راجعين. Thank you.
العيد الفني الذي بقي عالقا في ذاكرة كل موريتاني تذوق الموسيقى واستمع لها واستمتع بها هو أحمد والمحمد سالم والأحمد والمحمد والعلي والأحمد والعمر الملقب بميداح والمانو أمه فاطمة بنت محمد علي والشويخ ولد بمدينة تيقنت في ولاية ترارزة عام 1904 ميلادية تربى في وسط فني أدبي عريق وساهمت تربيته المحصرية في نبوغه فكان من أمهر الفنانين وأقدر الأدباء الموريتانيين في عصره ذاع صيته فنا وأدبا وأخلاقا وكان صاحب علاقات واسعة تميز فن الراحل أحمد الميداح بمديحه الشهير لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتغنى بالمديح عند روضته الشريفة وهو يحمل آلته الفنية دينيت التي تسمى بالمتروشة حبا لرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه حج 7 مرات بأول مرة يجي فيها المواجهة وكان حامل معه آلته دينيت الشهيرة المتروشة و جاء في الليل تأخر وجاء وقال الناس أحد المحششين فما تقول للناس قال هذه المواجهة هذه الروضة الشريفة جثث هو على ركبتيه يكسر فما لا التراب ما تدصاك الولد جاء على ركابيه وقعد وسالت الدمع وقبلت دنيت وقال سلام على قبر يزار من البعد سلام على الروضة وفيها محمدي سنتوا فيه صواويط يقولوا لي يا حاج هاي روضة هاي حاج هذا كذا يبطوا وتم ماصر هو مديح ولين تخلي بتيت وقال إني استترت بأمداح النبي ولم يخشى الفضيحة ذو عيب به استتر وفل بيات ستشرهم قال انتوا يهم هم على ركابهم يقولوا لي يا حاج اسمح لنا ودعينا الله وواقف انفسهم دشانين يا حاج اسمح لنا ودعينا الله يا حاج اسمح لنا قالوا كنتوا تواسوا قالوا احنا من ليلة نبطوك قالوا ما حسيت بشي ذا اللي طاوا هذو الناس بصواويط عليه وما ما عقل عليش من راجل محب بدرجة ما هي عادية محب حتى ومداح وعلى تغنون وعصفه من حسنه من الزمان وبه ما لم يصل ابن الزمان زمان وبه ما مما ميز فاقد الفن أحمد الميداح أنه لم يكن فنانا فحسب بل كان أديبا وله حظ من العلم زينه بالتصوف والورع والزهد وحب الخير للجميع فقد تتلمذ على الشيخ سعد أبيه بن مامنة وكان ذلك واضحا من خلال تغنيه بشعر التصوف قد ادعى علاقات مع الكثير من العلية في المغرب من الشيخ ملعينين الشيخ هو طبعا تلميذ شيخنا الشيخ سعد بو وإذا بطبيعة الحال تلميذ شيخنا الشيخ محمد فاضل فأولاده كلهم إذا كان ذا علاقة وطيدة بأبناء شيخه شيخنا الشيخ ملعينين في المغرب وبعد ذلك رجع إلى موريتانيا كان مشواره الفني حافلا ب يعني الأعمال الفنية عنده أشرطة كثيرة في الإذاعة الموريتانية من بدايتها من مؤسستها في إذاعة ندرتوت في إذاعة ندر في السنغال لما بدأت الإذاعة الموريتانية هناك وعنده تسجيلات في أسطوانات من 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 5 سنوات معدلينهم الصارة
من الرحالة الذين كانوا يجوبون الأراضي الموريتانية، وعنده تساجيل في هيئة الإذاعة والتلفزة بالمغرب، تساجيل حية ومركزة جدا، والشيء اللي أعطاه سمعة كبيرة في هاي المناطق اللي هي. وقد حضرت عيد الندامة يا نفسي، غلال الموت يوم طالع سعد، لقد هال كرب دار بيني بين وبينها ولا وصلي أن وزيني شارك الفنان الراحل أحمد دول ميداح في مهرجان لندن وفي المهرجانات الموسيقية بالمملكة المغربية، ونال فيها لقب فنان القصر. هو الوالد رحمه الله تعالى كان من عليتي أو أبرز فناني المنطقة، الشيء الذي أعطاه سمعة كبيرة في المنطقة، ثم بعد ذلك بدأت جوالا في المناطق الوطنية في السنغال في المغرب، وفي المغرب بداية الخمسينات أواخر، والله قاع أواخر الأربعينات. إيماني مشوخ خلاص زعما أطرق عن سير الدم والنار، زعما أطرق ما قال القرار طاس، زعما أطرق فين أطرق أطرق زعما أطرق. وكان أحمد وامتن الاثنين الشغلان في هيئة الإذاعة والتلفزة في المغرب، وعنده قاع صورة في المتحف مع جلالة الملك محمد الخامس، قابل التلينيت لقب على إثرها فنان القصر. رحل عن عالمنا عام 1992 تاركا وراءه أرشيفا فنيا وتاريخا من الأدب والثقافة، ودفن في مدفن النمجاط في ولاية ترارزة، فلله ما أخذ وله ما أعطى. أنا عندي رسائل من كتابته، يكتب لي من نشر مداح الرسولي، مداح الرسولي أحمد الميداح إلى ابنه البار مداح الرسولي محمد سالم، وليك تنطبت منها عليك مداح الرسول محمد سعد، يعني لا ننسى عني مداح الرسول وعني انتم مداح الرسول، درسك باتوانا من الرسائل لكم. وفعلا اسم الأسرة مستنبط من مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عليه، عمر المان من أبناء مانو الكبار، هو ابنه الكبير فعلا، ولقبه المحصر الميداح لأنه كان اللي يقولوا خوتهم المديح على الأمراء وعلى الناس يقلبوا هو مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فعلا بحق ميداح، وعاد هو الاسم اسم الأسرة اللي مشى لها قاعد شهرته قال لها الميداح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. رشيد احمد دول ميداح والدك، ندورك تعطينا تعليق عليه. احمد دول ميداح عن جانبه الاجتماعي، احمد دول ميداح راجل من مولانا الكبار رحمه الله، مولانا انه يمدح رسول الله وحده وانه يقي ويغني،
بدو المداح قريب، بدو المداح ما تتكل حداه القيبه. قالت لي جداتي من امي وانا متببان راني نحييها بعد من الله من برف المدينه، قالت لي لين نعود احنا صغار هيك الساعه لين نعود ونختاروا نفسخوا لباساتنا والله نختاروا كانوا العليات الاولاد كم امه نيجه. قالت تقول واحده منهم شفتي فلان هذيك خالق الهمه هو كذا، والله فلان هذيك عينها واقع عليها، يقول هو مو فالك مصيده تقيبوني بها، لا 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 يقولوا تلاقي يمكنوا فيها، يقول لهم لا قرقوا لا قرقوا قرقوا وخذوا تماشي مدوا معروف بالمسالمه. الله يرحمه ان شاء قريب. الله يرحمه ان شاء الله. قريب ابوك تقلدونا شوي في مقطع على مباله طبعا على مباله والله. ليل اللان ليل اللان ليل اللان ليل اللان عيني لما شي دمعته قلو تملقى الخوانة وعيني الأخرى من ليعتها ما دمت خير مملانة الليل اللان الليل اللان لا إله إلا الله. زين 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 الله يرحمه إن شاء الله. الرشيد الملمح ما هذه الكلمة دائما ترددها هي شنها عيد؟ لا سمعتي الملمح ما اختي يا ريت هذه الكلمة شايعة عنك ودائما ترددها نبغى نعرفوا شنو وتعرف عليها الملمح. نقولوا احنا الشباب نقولوها الجوقة والضحك. الملمح اصلا يقولوها الهوك لا 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 دزمبرات هذو بيناتهم وش عقبنا احنا وعدنا نقولوها الشواقة والضحك له. رشيد من ترى شنو التطبيق اللي تبقى من بين التطبيقات على السوشيال ميديا؟ كيف؟ كيف تبقى تختار واتساب ولا سناب شات؟ انا نبغى لا واتساب وسناب سناب فيسبوك حامد من ترى كانك تواجه انتقادات على صورك دائما؟ دائما جبران الوقيج تقدو شنو هي الطريقة اللي ترد بها عليه؟ رد بها رد بهم انا على انتقادات؟ لا ميرسي والله شكرا مكتوب الله رد الاب. شنو هي اقرب اشاعه قط انطلقت عليك؟ اقرب اشاعه قط انطلقت عليك؟ ولله الحمد ماني من الفنانين اللي قط شيع عليه ما هو شيء زين الحمد لله انا ما قط زين ما قط. وصلنا لفقرة تقني لي لهنا اتركك رشيد مع المشاهدين اللي هي تقدم لهم اغاني من انتاجك واختيارك طبعا. وجلى بأمر الله جود اطلاعي وجلى بأمر الله جود اطلاعي في مزار الشريف سعد وأبي كل خير وفي مزار بني زرت منه مكان حيا وميت وميتا آل ما منا آل ما منا آل ما منا ليس ليس يخفى هدرم الهم سحيرا فالتهب لمع برق بربيات الذهب السديات عليها ألوة أن تجود الأرض سبتا وتليد وعلى بجيل ميت سو سقت في مزار الشيخ تهجو بالهضاب مجدنا بالرسي بسير مفعمين والمراجوع بسحزاح اللجيب ومنها الوت ومن الغاب مصير اللجب
فيك الله الله. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا أنني أنني خير من تسعى به قدمه. أنا الذي نظر الأعمى إذا أدى بي واسمع كلمات من في صممه. الخيل والليل والبدع تعرفني والسيف والرمح والقرطاس القرطاس 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 والقلم. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان وحبذا نفحة من يمانية تأتيك بالقبل. الريان أحيانا فقلت يا سودي ويا أمالي اسمعيني اسمعيني جزاك الله إحسانا. إن العيون التي في طرفها حمر قتلنا ثم لم أهوى ثم لم يحيين قتلانا. يصرعن ذا اللب حتى لا حركة به وهن أضعف خلق الله إنسانا إنسانا وهن أضعف خلق خالقي الله إنسانا. الله وش تعيب زم يطرق وش تعيب زم يطرق زم يطرق زم يطرق زم يطرق زم يطرق. هاي هلا هلا ما نمشو خلاص زما اطرق عن سير الدنيا زما اطرق ما قالوا القرطاس زما اطرق فينا اطرق اطرق زما اطرق زما اطرق زما اطرق زما اطرق زما اطرق. هكذا ضلك يا انا شعري تناول في القبلة والشرق شاعر شاعر شعري تناول زعم اطرق في القبلة والشرق زعم اطرق قال اطوم بهلل زعم اطرق في حمارك والززرق زعم اطرق ويش تعيبوها زعم اطرق زعم اطرق لا اله الا الله. هون لهنا شير شوي على مختطف صغير من تقليد احمد الميداح ذلك حال الله من نوع الكحال عنده هو خاص به هو وحده يعطيه ان شاء الله الرحمه والغفره. مالي فتنت مالي مالي ما ما ما
مالي فتنت بلحظك الفتاكي وسلوت كل مليحة إلاك. الله. إذا وصلت فكل شيء باسم، وإذا جرت فكل شيء باكي، وإذا جرت كل شيء باكي. هذا دمي في وجنتيك عرفته، لا تستطيع شهوده عيناك. لو لم أخذ لو لم أخذ حرر وأوليب لجعلت بين جوانحي مذواك. إني أقار من الكوس فجنبي كأس المتامت تقبل ماك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تلميذي جيتك من البعد زاير محب أورادك، ايدي تبرى يا الشيخ سعد بوه يا زاد أولادك. أخرت بحاسك الجار عنه مرفود كاسي، أخرت يا وادي أرقرادهم ملاسي. سلام على قبر يزار من البعد، سلام على الروضة وفيها محمد، سلام على مدفون بأرض طيبته وقد خصه الرحمن بالفضل والمجد. سلام على مدفون بأرض طيبته وقد خصه الرحمن بالفضل والمجد. يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد، بلغ سلامي لحبيبي محمد، بلغ سلامي لحبيبي محمد. هدوء الله لك يا نهدك. لجد من أبي صوت الرشيد، صوت الرشيد يذكرني فأطرب بالجديد. والده محمد ظل ناجما فحاز بذاك مرتبة العميد. ولا أنسى صباحا كيف أنسى صباحا بنت أحمدي 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 في القصيد. تقطبت والأقطاب تشهد أنني، تقطبت والإله أعظم الشاهدين. أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري ولا الهزل والجد. بقلبي يسر الكون هلا، والأمر مختف وأمري أمر الله مذ كان أمريا، ونومي خوض الغيب من كنت نائما فجل جلال الغيب عن حالي نوميا. الله. بقلبي يسر الكون والأمر مختف
وأمري أمر الله مذ كان أمري ونومي يا خوض الغيب مذ كنت نائما فجل جلال الغيب عن حال نومي. الله ولله رب العرش ولله رب العرش سلمت أمري وبالحكم قد أدريت والله عزمي وموتي على الإيمان تريع تبطل وسترا على الأملاك يقيم السوية. أجدك يا مولاي دومي والأمسي سواكم إلى الرمي وما لي بنومي وما لقيركم أحن إليكم بالقلب والنفس وما لي باليوم وما لقيركم وتطاقني من إليك وكنون لأصبح في ودي أمانا تراقيا أمينا معظوما أديكم كما أمسي ومنا معظوما أديكم كما أمسي ويا ربي حقق منا به رجانا وعما جميع الكفر بالذل والبس. لا 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 صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام بعد الشفوف دار القطوف بر العطوف ليذ الهمام ذاك النبي الهاشمي ذاك التقي الهادي التهام ذاك الرفيع القوي المنيع ذاك الشفيع يوم ذاك الشفيع يوم القيام. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صبت على الأيام صرنا الليلية ألا لمن شم تربة أحمد فلا يشم مدى الزمان قوالية. هذا رشيد ما هو معقول ولا يقدر ينقال. راني شاكرتك الليلة على رحابة الصدر والمعلومات اللي قدمت لي وقدمت للجمهور. اللي كان مثلها في معرفتها طبعا ولا شك ان الحلقة درت عدنا لتعجب وكاملين. راني شاكرتك. شكر موصول لكم احبتي المشاهدين وراني شاكرة لك والميداح الموسيقى الكبير وشكر ايضا لفريق العمل اللي اشرف على انجاز هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله. ما تعرف الدشرة شيء انت مش وينك شحن التركيشه جيت راجل بتصل معي واحد فيه منات بديت عدلنا الحلقه هذه تخلينا على انت تتصل معي الحلقه الاخرى جايين ان شاء الله ونوفا شو ما سي الصوره خليني عرف لي قضيه الصوره هي يا رشيد عليك مسخ نختار عود عفوي الى عنا تو تالي هي فيت ما ينديح انه ليك اللي عليك تنقرع حد عرف جوني اللامني تو في الحلقه لانه فاو كاتل الجوع كاملين نتعشى وانت مو احنا ما كفو ما تصحى دوت